السلام البنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم الطريقه ديال الكبده مشرمله. هذه نص كيلو ديال الكبده، غسلتها مزيان بالحامض والخل، خليتها في الماء ديال الحامض والخل حتى تغسلات مزيان، ودرتها في الشبكه حتى تحيدوا فيها ديك الماء. ودابا هي عندي معلقه ديال الكمون، معلقه ديال التحميره، نص معلقه ديال السكنجبير، نص معلقه ديال القرقوم، نص معلقه ديال القزبر اليابس، جوج مطيشات حكيتهم، وشويه ديال زيت الزيتون والقزبر والمعدنوس، الثومه. هذا هما المكونات اللي غادي نشرملها الكبده يا البنات، وسهل وزوين وبنين. هانتوما معايا شوفوا الطريقه. هيا دابا غادي نزيد شويه ديال زيت الزيتون، ونزيدها القزبر والمعدنوس، شويه ديال الثومه. هيا هادي البنات الا درتو لي هاد الطريقه كتجي بنين وزوين. هادي ندير هاد العطريه، نحركها حتى تخلطو مزيان، عاد ندير فيها الكبده. كتجي بنين وسهل، 10 دقائق غادي توجديها، سهل وبنينه. هاد الملحه، زيد شويه ديال الملحه، غادي نحركها هكا يا البنات، تخلطوا مع بعضياتهم. غادي نكب في هذا الكبده، نخلطها باش تدخل لي هذيك العطريه وهذيك الملحه حتى تخلط مزيان. كتجي بنين الا درتو ليه بحال هاد الطريقه. هانتوما معايا، هي دابا درت شويه ديال زيت الزيتون في المقله، ودابا غادي نكب فيه هاد الكبده. كتجي بنين وزوين. غادي نزيد شويه ديال الماء من بعد، غادي نزيد قريبه ديال جوج معالق ولا ثلاثه ديال الماء باش نحر في هذا الكبده. غادي نزيد هاد المطيشه باش تعطي ليه واحد الصوص زوين الا درتيها مطيشه. صافي نحركها مع بعضياتهم، نخليها حتى تشحر مزيان. هانتوما معايا، هي الكبده طيبه وجات زوينه بنينه كيف ما قلت لكم في الاول. درت ليه شويه ديال الماء، جوج معالق ديال الماء، خليتها حتى يتشحر هذيك لاصوص تجمع مزيان كيف ما شفتوا. وهي قدمتها، هذا هي طريقتي. ودرت ليه شويه ديال الحامض، جوج طروف ديال الحامض، وعصرت فيه شويه ديال العصير مع هذيك لاصوص اللي كنشحرها.
هي كيف ما كتشوفوا بنينه وزوينه، حتى هي طريقتي البنات كيجي بنين وسهل. كنتمنى يعجبكم، الا عجبتكم البنات بارطاجيو الفيديو صحاباتكم، وما تنساوش لايك، ما تنساوش اللايك، تفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. كنتمنى يعجبكم، سلام عليكم.